الترابي من مدينة الدار البيضاء، محمد الترابي من مدينة الدار البيضاء، أستاذ المقامات الصوتية والابتهالات والأمداح النبوية، أستاذ بالمدرسة القرآنية بالدار البيضاء التابعة للمسجد الحسن الثاني، وأستاذ بالمجلس العلمي المحلي لعين الشق، كذلك المقامات الصوتية والعناية بالأصوات الموهوبة. تجدوني جدا سرور وأنا ألبي دعوة القائمين على هذا المهرجان الطيب المبارك في شخص مجموعة أساتذة التربية الإسلامية وكذلك المجلس العلمي لإقليم شتوكا إتباع، وكذلك الشيخ الحبيب، وكذلك مندوب إقليم شتوكا إتباع على هذا المهرجان الطيب المبارك. أجدوني ألبي هذا الطلب لأجل الحضور مع إخواني في هذا العرس القرآني الكبير، وقد استدعوني لأجل أن أكون ضيف شرف في هذه المائدة الربانية، يعني التي تشتمل على تكريم لأحد خدام كتاب الله سبحانه وتعالى ما يزيد عن 40 سنة. والحقيقة ما يثلج الصدر أن هذه المجموعة اعتنت بمثل هؤلاء الذين أفنوا حياتهم في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه لأجيال متعددة، وكذلك المسابقات المتنوعة التي تكون في حفظ القرآن، كذلك وهي التفاتة طيبة أن تكون مسابقة في حفظ القرآن الكريم جماعة. لماذا؟ لأن للمغرب خصوصية في هذا المجال، في مجال حفظ القرآن الكريم بالقراءة الجماعية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.